نعود إليكم شيخنا سلمان الإمام وخطيب مسجد نابلس. شيخنا الحبيب، نتحدث الآن حقيقة عن أعداد ضخمة من الناس هناك، لا يكفي يعني لا 1000 ولا 2000، ربنا سبحانه وتعالى كفيل بإطعامهم وإشرابهم، لكن وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ما هي نصيحة لأصحاب رؤوس الأموال الذين ربنا سبحانه وتعالى أنعم وأكرم عليهم بالمال؟ ماذا تقول لهم إذا المأساة الإسلامية في ميانمار؟ اقتطع يعني في الفاصل، ذكرتم قصة لي حقيقة طول الفترة وهي تجول يعني حقيقة في خاطري، ما استطعت ولن أستطيع أن أتجاوز هذه القصة عن المرأة التي اعتقلت، يعني اعتقلها الجيش 7 سنوات، وهذه المرأة تغتصب يعني 7 سنوات، وعرضها يستصرخ المسلمين ويستصرخ وينادي المسلمين حتى ينقذوها من هذا الاغتصاب 7 سنوات، وهي لا تعلم عن أبنائها ولا عن ذراريها ولا عن زوجها 7 سنوات، ونحن ما نزال نتنعم، وما يزال كثير من أصحاب الأموال وما يزال كثير منا حتى ولو كنا فقراء، إلا أن الله والله سيسائلنا عن هؤلاء، سيسائلنا عن كل طفل، سيسائلنا عن كل امرأة نستطيع أن نقدم لهم من زكاتنا. غني واحد، والله غني واحد من أغنياء المسلمين يستطيع أن يقدم لكل هؤلاء، يغنيهم هذا المبلغ، جزاهم الله خيرا في إخواننا في راف الذين قدموا 500,000 خلال سنة، يستطيع والله ثري واحد أن يقدم ملايين ولا يحوج إلى مثل هذه الحملات حتى نستطيع حملة صحيح. بعد حملة صحيح. يستطيع من يقدم واحد بزكاة ماله فيغني هؤلاء، والله ينتشلهم من الفقر ومن العوز، ينتشلهم من هؤلاء، ينتشلهم من الحاجة. لذلك نداء إلى كل أغنياء المسلمين، نداء إلى كل من يستطيع أن يقدم في هذه الليلة أن يقدم لهم. ما يتمثلني إلا قول الشاعر يوم أن قال: يموت المسلمون ولا نبالي، ونهتف بالمكارم والخصال، وننسى إخوة في الله ذرت بهم كف الزمان على الرمال، تمزقهم نيوب الجوع حتى يكاد الشيخ يعثر بالعيال، يشدون البطون على خوائن ويقسمون أرغفة الخيال، وتضربهم رياح الموت هوجا وفي أحداقهم ترف الليالي، وقاموا في العراء بلا غطاء وساروا في العراء بلا نعال، كأن البيد تلفظهم فتجري بهم بيد إلى بيد خوالي، يسيل لعابهم لهفي وتذوي عيونهم على جمر السؤال، وليس جراحهم في الجسم لكن جراح النفس أقتل للرجال. نستطيع والله أن نقدم وأن ننقذ أنفسنا من السؤال بين يدي الله سبحانه وتعالى، نقدم اليوم، ننقذ أنفسنا في هذه الليلة. نداء إلى أغنياء المسلمين في هذه الليلة أن تعتق نفسك من النار، يوم أن تعتق هؤلاء من العوز ومن الفقر ومن الحاجة، يوم أن تقول لهم: ما يزال المسلمون موجودون ويستطيعون أن يقدموا ويستطيعون أن يغيثوكم ويستطيعون بإذن الله جل وعلا أن يريكم أن المسلمون بإذن الله سيقفوا على أقدامهم وسينقذوا هؤلاء بإذن الله جل وعلا. نقول مرة أخرى لكل الأغنياء: اعتقوا أنفسكم من النار في هذه الليلة. نسأل الله جل وعلا الخير والفضل بإذن الله.